سيدي تسمح لي انزل نام بمهجع راح اسكر ساعتين زمان. دك انت ما بتستحيل؟ حدا بينام وقت النهار تعنوري؟ سيدي والله حاسس حالي تعبان. ماشي يا نوري روح نام بس بفهمك كثير ها لانه انا يمكن اتاخر بالجاي على المقفر. امرك سيدي. اليوم اخرتك يا نوري. ايه عم تحفر لي ما والله لا تمرك. شو ها؟ شوفي سيدي سيدي بوسيدك بوسيدك ساعدني يخرب بيتك. شوفي هاد ساعدني بوسيدك. شوفي فهمني. شوفي سيدي الفرد تبعي مشروع. سيدي شو قلت؟ عيد عيد ناس بعتعيد. سيدي الفرد تبعي بزيت على بكرة دورت عليه ما لقيت ثبيته. مشروع سيدي مشروع. الله لا يعطيك العافية على الخبرية. ضيعت سلاحة. شو بده يصير بحياتك هلا؟ سيدي والله ما بعرف مين اللي سرق. والله ما بعرف. لك شو اللي سرق يا بني آدم؟ هذا سلاحك مثل عرضك، شلون بتضوعه؟ والله ما بعرف يا سيدي، والله ما بعرف. الله لا يعطيك العافية على العمل. قلت لك فرد على كيف كيفك يا أبو منير، فجهز لي مصاري. والفرد عسكري ما هيك أبو جودات؟ شو عرفها؟ عرفت. عرفت إنك صار أم العريف نوري، اللي حولته على لعب. شلون عرفت لك بشار؟ لا تخاف أبو جودات شبنا. ما في غير الطريقة تعملها لتدبر سلاح وتبيعه. هالدرس ماري علي من زمان اللي عم تكتبوا على لوحك لك أبو جودات. أنا ما أسحو من أول ما تطوعت بالدرق. تعرف يا أبو منير هذا نوري ضايقني كتير، فقلت لحالي يا ولد خلص منه واستفيد من فرده. ليش لا يروح بلوشي؟ ما قصرت يا أبو جودات. المهم هادي اللي عندك قديش بدك حقه؟ 4 ليرات ذهب مثل السوق. مع رصاص؟ ناشف من دون رصاص. ما بيشتغل معي. عندي زبون راكب بس بده معه رصاص. إذا بتأمن له رصاص بيعطيك حقه قد ما قلت يا أبو جودات. أما من دون رصاص مالي مصلحة. خليه عندك. كم رصاصة بدك؟ دولاب رصاص راكب ودولاب للاحتياط والطوارئ يا أبو جودات. ما رح نختلف مشان كم رصاصة. هات ناولني يا قبضني بالاول. شو اخبار حارة الضبع يا سمعو؟ تمام سيدي. يعني ما في مشاكل؟ ابدا سيدي. ايه منيح. مسيك انت طالع له الحاجة سوي لنا كاستين شاي له للسيد ابو منير. سيدي شبك سمعوا في شيء؟ سيدي حارة الضبع. شبك حارة الضبع؟ ما في شيء سيدي ما في شيء. أنا فهمان عليك يا ابني. يلي بدك يا بده يصير. بس لا تستعجل. أمرك سيدي. احترامي.
شو قصة الدرك يا ابو جودان؟ انا يا سيدي ابوه كان حارس حارة الضبع اسمه ابو سمعو. بيوم من ذات الايام فزوا اهل الحارة ما لقوا. بعد مدة شافوه مقتول ومدفون بقبر لواحد من اهل الحارة. لك تتصرفوا للفرد؟ اول ما اخذته من عندك لقيت زبون ناطرني بالطريق. ناولته الفرد وناولني الذهبات. وخاطرك مع السلامة. والله وبتلعب مزبوط يا منشار. إذا ما عملت هيك كيف بدي أعيش مثل الباشوات والبكوات؟ بكرة بعد كام سنة بيطلعونا على التقاعد. بدي أعيش بقية عمري آخر التمام أبو جودات؟ ولا بدك كان يعيش على راتبي التقاعدي اللي رح يطير ثلاث أرباعه أبو جودات؟ لا الحماك الحماك أبو نير. هذا حكي. بقى من هلأ عم جهز خميرة للأيام اللي جاية إلي ولولادي. أخي يا منشار لو بعرفك تشتغل هذا الشغل كنت من زمان حطيت إيدي بإيدك. أنت ما بتفكر منيح وراكد لي ورا الليرة والنص ليرة والخمس وراق. شو بدي أعمل؟ هذا اللي طلع معي. شو بدك بالشغلة؟ وليش تزل حالك قدام الناس؟ خليك طابع الكل ورافع عصايتك على روسهم كلهم. من ورا الحيط عم تعبي بهالداب وحالتك مستورة قدام الناس. خلص منشار من يوم ورايح ايدي بايدك. هلا عجبتني. في شي تعطيني اياه؟ مثل شو؟ سلاح، رصاص، بارودة. وكمان بتبيع بوريدك ابو نير؟ والله شغلتك كبيرة لك منشار. كل شي بيجيب ذهب أنا ببيعه، وإذا أبي بينباع راح بيعه وحط حقه بجيبتي. خرب بيتك بدك تبيع أبوك. ليش لا؟ إذا بيجيب لي كم ذهب ببيعه وبحطه له بجيبتي. لك أنت بتخوف كتير لك منشار. لا بخوف ولا شي. فرصتي بدي أخدها قبل ما يقولوا لي الله معك على بيتك. بس البارودة شغلتها كبيرة كتير يا أبو منير وما قادر عليها. يعني شو بده يكون حملها؟ ما بعرف. انت هو مثل مثل الفرد قطم رقبة. بس يا أبو منير هاي مسؤوليتها كبيرة كتير يا أخي. هلا اسمع، مطلوب مني كم بارودة. إذا فيك تأمنهم حق الوحدة 10 ذهبات. 10 ذهبات يا ابو جودات. شو قلت؟ ذهب يا ابو جودات. خليني افكر شلون بدي ادبر البارود للمنشار. مسجلين على اسمي. والحل يا ابو جودات، والحل الحل يا ابو جودات انك توزع البواريد على دورية الليل. ايوه، خلوا البواريد معكم للصبح. الصبح بتسلموا، بس بنفس الليلة فوت عليهم وبندف وحدي. ولا من حس ولا من دري. بس مو ضروري استعجل أبدا. على كل حال لسه في وقت. عين عليك يا ابو جودات، منين بديش كالافكار؟ منين؟ ابو
خير؟ شو جايبك بهالليالي؟ غدي طريق بسرعة وهم الله يستحق ميتا. يلا يلا شريف. خير ابطا حوم، شو في؟ جايب لك طلبك علي. شو هاد؟ سلاح، شو هاد يعني؟ لك بعرف سلاح بس كأنه مستعمل. بس قطع، لا تقول لي فرد الغوا. هاي فردي عقيد، خلي عندك رهينة لحتى رجع لك الليل. بدك ترهن فردة كرمال الليرة لك يا نوري؟ شو بدي سوي عقيد؟ المهم انه ما انتقل من هون. شو قلت عقيد؟ هذا الفرد عسكري. ايه عسكري، ولأنه عسكري جاي رخيص شوي. خده ولا تتردد، سعره رخيص. منين كايشو؟ لا تقلي من وين. عجبك اشتري، ما عجبك منشوف غيرك. لا ما عجبني سيدي شري. روق ابو شهاب، شايفك زعلت. بدي اعرف منين جايبه لهذا الفرد. وضروري تعرف. ضروري لازم اعرف كيف وصل لايدك. اركي القصه. لا يا ابو شهاب، انت بتعرف ابو طاحون اصلي وما بجيب غير القطعه النظيفه اللي ما عليها عين. سي الفرد تبعك ما بيشتغل معي. اذا ما بتحكي لي اصله وفصله ما بيهمني، انا مو ناقصني وجع راس. لا هقول لك، بس الله يوفقك بيضل سر بيناتنا يا ابو شهاب. قول ابو طاحون قول. انا بتعامل مع المنشار. أبو منير المنشار ما غيره اللي كان أبو منير المنشار ما غيره، ونبه علي إنه بيعه بعيد عن هذيك القرنة كلها، وحتى نصحني إنه بيعه على الحدود، وأنا قلت لحالي أخي وصاحبي أبو شهاب أبدأ وأولى بهالقطعة النظيفة، وبتلبالك عقيد، بس لحقلك لا تكمل. قديش بدك حقه؟ 10 ليرات ذهب. أنا بدفع 6. بحبحهم شوي أبو شهاب. 6 ما في غيره. لك ليش صاير بخير يا ابو شهاب؟ لانه هذا اذا مسك في مسؤوليه كبيره يا ابو طاحون، في حبل مشنا، عرفت ليش؟ ماشي، روح جيب المصاري عقيد. جرب دخيلة واحدة يعني شيء على الموضوع يا عقيد. سرك ببير ابو طاحون، لكن لك فكري. اذا صح لي شيء على السريع استفقدك ولا حاجتك؟ شلون حاجتي؟ شو ما وقع تحت ايدك جيب لي اياه. ادعي لي. بامان الله. السلام عليكم. جيت والله جابك. لو قال لي حقك 200 ذهب كنت اعطيته. والله وقعت وما حدا سمع عليك يا ابو جوده. اللي اجى لعنا واحد ما بتعرفي. مسكي لإلك تخباي منيح على الفرد. امرك ابن عمي. عتز.